سفر بيني يصير. شو في؟ شو بدكم؟ بدك تيجي معنا؟ مين انتو؟ لا تخلينا نستخدم القوة. لك شو في؟ شو عملت لكم؟ عمل لك يلا. اطلعي لشو. لك انتو مين؟ شو عملت لكم؟ سمعت انه في عفن ازرق بحقل القطن. انا رايح لهنيك. اعطي خبر للوحده الارشاديه. خليوني بعد حدا يشوفه. اذا الخبر صحيح لازم نعجل والا بتصيبنا بلوه. ها لك لوين عطيني؟ اسكتي وحاجه تعطلينا. لك شو صاير؟ شو عملت لكم؟ يلا اركبي. يلا سياره بقى. Thank you.
تحكوا؟ هذا اللي عم تعملوه اسمه خطف. عم قلكن هاي عملية خطف بني آدم. تعرفوا انه عقوبة الخطف بتعادل عقوبة القتل؟ لوين اخديني؟ رجال مين انتوا؟ مين اللي بعدكن؟ رجاء آغا؟ لك احكوا ليش ساكتين؟ شو بتقول؟ سيديو لك حاجة صرخي هون مو اسطنبول تبعي. بس لو ما طلب الآغا سليمة لكن شلخت لها حلاكة تشليخ. رشت عينك. وقف السيارة. وقف السيارة. هلا وقته غاد. قلت لك وقف. نزل المسدس. هذا ابن رجاء آغا. تفضل مراد آغا، في شي؟ اي في، تركها للست آغا بلا ما تتدخل انت. بما انك عرفتني نفس كلامي. اوامرنا بناخدها من عكاش ومن رجاء آغا. نزلوا سلاحكم لشوف. تركوا الست بحالها. اللي عم تعمله غلط. ست حلقك. اللي له شي يجي يحاسبني انا. قلت لكم نزلوا سلاحكم. تفضلي اطلعي سلاحتي. إن شاء الله عجبك. منيح منيح. ألو. تعسرت يا آغا. شو يعني؟ وقت أخذنا المرة وإجينا ما شفنا غير ابن الآغا طلع بوشنا. وراد؟ وبعدين؟ أخذ المرة منا وبعدها قلعنا. ولك الله يبعث لكل البلد. خير شو الأخبار؟ مراد قطع طريقهم بسيارته وخلصها لقليب. يضرب ما أغلطه. لا تطلعي فيني هيك. ليش انزعجت؟ ايه انزعجت. ليش؟ من نظرتك عم تقدح نار. كنت عم فكر. بشو؟ كيف بدك تبرر لأبوك بس ترجع؟ أكيد صعبة عليك. عطول صعبة. يمكن أنت ماشي بالطريق الغلط. ما بدي أحكي بالموضوع. طيب ليش؟ يعني وقفتك بوش أبوك وطلعتك بوش هدول المسلحين من شان تخلصني كتير ملاقيها سهلة على أبوك؟ أنا صار لي زمان علقان معه بهيك مشاكل. من زمان كتير. أنا شكرتك شي؟ شكراً لك. غولنور غولنور
حضر الشاي والعشي، الأولاد جايين من المدرسة. جهزتوا كل شيء مشان بكرة؟ لا تقلق يا خانو، لا تخجلونا قدام الضيوف، معلومكن أول مرة بيجوا لعنا. أخذوا جثة كمال؟ أخذوها. طيب شو قال الضابط علي؟ رح يبعثوا جثة على أنقرة، النتيجة ما بتطلع قبل 10-15 يوم. رايحة على شي محل؟ بدي مر على الجمعية. اها، ها كنت نسيت، جايين يطلبوها لإيدال. لا لك مبروك، إن شاء الله بتتهني. صحيح مو وقته هلأ، بس هذا هو حال الدنيا، يوم إلك ويوم عليك. معلش معلش، أحياناً بيلزمنا نفرح. السيارة جاهزة. ارتاحي لك شوي، هو المقبرة ما واتاكي، شوفي مهدود حيلك على الآخر. لا تقلقي ماما. هذا اللي عمله مراد خيانة لعيلتنا بابا، هذا جنان. هذا أكثر من جنان، هذا اسمه عصيان. رجال ما عليهم حق، واللي قلنا لهم يا نفذوه، بس لما طلع مراد آغا قدامهم. ماشي ماشي فهمنا. تعرف يا آغا لو حدا غيره. سكوتوا لك عكاش، لا تزيد علي. آسف آغا. شرف. لا تحكي. تأمرني بشيء آغا؟ روح. اللي عمله أخي رح يزرع الفساد، بكرة رح يجي يوم ما حدا رح يسمع كلمتك فيه بابا. أنت بصف مين؟ عم بسألك جاوب. أنا بصفك بابا، لما تكون أنت بالصف الصح. انت اللي بدك تعلمني الصح من الغلط؟ يا اغا رجالك خطفوا مرة، ست مسلحين مثل الارهابيين عم يخطفوا ويهددوا مرة ضعيفة. ليش؟ سألت حالك ليش؟ ليش هي الشغلة فيها سؤال؟ مشان هي الارض، مشان الارض اللي ولدت فيها، مشان ولادك، كله مشان ولادك. بالنقص من هالشي. لا تتجاوز حدودك. ما حدا اخذ معه شي على القبر، ما حدا. شو بدي اعمل بهي الارض ابي؟ ابني شو بده يعمل فيها؟ هي عيشة وسخة. بكفي مراد. ما بتكون معي أو بتكون ضدي. في مرأة عم تنخطف وانت مو فرقانة معك أبدا؟ إجا دوري يعني؟ احكي مع أختك منيح. وانت مالك أمسى يعني؟ إذا لسه بتوقف ضدي ما عاد اعتبرك ابني وبشطب عليك. بعدين شو بصير وشو النتيجة حسبها بينك وبين عائلك. يا أولاد خلصت المباراة. لسه ما لحقنا نلعب. يا الله كيف خلصت بسرعة. شكرا لكم لعبتوني. انبسطنا كتير، لعبك حلو. وانتو كمان تسلم. تعال عطول. يلا منشوفها. باي باي باي. مع السلامة. بتعرف شو اللي محيرني؟ شو؟ هذا واحد من زلم رجع. يا ترى ما وصله شي واحد منا من قبل؟ ما بعرف. ايه يا زملاء، الحقيقة ما كان بيودنا نعمل لك مشكلة من أول يوم ست زينو، بس اضطرينا. تفضلوا قعدوا.
عزمان المرحوم أخوكي ما كان حدا يتعدى على حدا. لما توفى سيد كمال اختل النظام. وكيف اختل؟ رجع أخ اشترى عمال المنطقة تبعنا. اشتراهم؟ ليش؟ لم كل عمال المنطقة واحتكرهم عنده، وإذا احتجنا بيأجرنا ياهن بثلاث أضعاف السعر. اللي بنفهمه عامل الجمعية مصدر ربح لإله. هذا التراب ما بيشب عينه. خلص لا تقلقوا، أنا بعرف منيح كيف سد هالباب بوش رجع الواطي. كثير انبسطت، ما قدرت اقعد بالدكان، اجيت لهون من شي ثلاث ساعات، اجيت مشان استناكي. الدنيا مو واسعتني من الفرح. تتذكري لما رسمت هي؟ ايه بتذكر، اول يوم تقابلنا. اليوم الكبير بكره يا ايدا. كيف بدي اقدر نام اليوم؟ ما بعرف، لا تسأليني. بلكي ما عجبتهم لأهلك. شو هالحكي؟ لا تاكليها. معقول في حدا بالدنيا ما رح يحبك؟ مستحيل. أنا عجبتك كتير. ما بتعرفي قديش؟ أخ لو بتعرفي، أنا الدنيا كلها عجبني لسبب واحد، لأنك أنت عايشة فيها إيدا، أنت وبس. ألو، مين معي؟ عم بحكي معك من المصنع يا آغا، أنا العنبرجي جعفر، لا تواخذني أزعجتك. عندي شغل جعفر، احكي بسرعة. الأوضاع سيئة يا آغا، هاي المرة زينو عطلت أشغالنا، وقفت مخصصات المبيدات، وعم تراقب الإرساليات وحدة بوحدة. ابني جعفر، شو معناتها هالحكي هلا؟ قصدي يا آغا، بضاعتك مع الأسف. ناشي فهمنا. لك زينو، ولك مغضوبة، إمتى بدي أخلص منك أنا؟ موسم القطن السنة كتير مليح خانم. ايه منيح. السنة القطن منيح. طالعوا كمان من قبره. الحمد لله انه جمعناه قبل المطر. رح يعملوا تشريح لجثة كمان. نقول من عمال الكروم عشان القطن بلا ما يلحقنا المطر. مثل ما سمعت بالتشريح بشقوا جثة الميت، وكل شيء بينعرف وبيبين. شو عم تقول انت؟ ضابط الدرك ما رح يترك الموضوع، كان بيحبه لكمال. بلكي عرف انه كمال مات مقتول. انت شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ تشريح بيبين سبب الموت، بس كمال ما رح يعيش ويقول انه انت اللي قتلته. انت مأمني على حالك، كل شيء له حل عندك، لأنك بنت الآغا، نحن اللي مناكلها. لا تقلق، ما رح يصير لك شيء، رح ضل وراك. انت معصب وهذا كل شيء. المسا مر علي، ارتح لك شوي. تعملوا جرد على المخازن، المبيد، السماد، البدار، كل شي دخل وطلع، وشو انعطى لكل واحد. بدي أعرف كل شي بالنقطة والفاصلة. لبين ما تخلصي الجرد بتوقفي كل الإرساليات. فورا يا خانم. استعجلوا، هذا الشي ما بيتحمل أي تأخير. لا تقلقي يا خانم، نشتغل صبح ومثلا نخلص. استعجلوا حتى ما يتضرر المحتاج بسبب كم واحد قليل الأصل. يعطيك العافية يا ست زينو، مبروك المنصب الجديد. اختصر، قول بسرعة ليش جاي. قلتلك ليش جاي، حتى بارك لك. بس نحن بغينا عن تبريكاتك يا سيد رجع. لا يا ست زينو، هيك بتستقبلوا ضيوفكن؟
ادخل بالموضوع يا رجا. ماشي بندخل. قال وقفتي مخصصاتي؟ ايه وقفتهم مثلك مثل كل العالم، بس ليش ما بعرف حضرتك دريت قبل الكل. انا مو اي واحد يا زينة، انت اكتر واحدة لازم تكوني بتعرفي هالشي. نسيت انه تحت سقف هالجمعية كل الاعضاء متساوين يا رجا، ما حدا بيتفضل على حدا. وهلأ اذا ما عندك شي تاني لا تشغلنا اكتر من هيك. انتبهي على حالك شو عم تحكي يا زينو خانم، لانه اللي قدامك مو مثل اي حدا. صحيح انت مرأة بس ما تحطي راسك براسي، وإلا الرجولة مو بزرع السلاح على الخصر وتخويف الناس. الرجال ما بيتحامل سلاحه، كل شي وإله وقته. مزبوط، والموت كمان إله وقته، بس بالأول أنت يا رجا، بالأول أنت. لا تنسي كلامك يا زينو، أوعك بحياتك تنسي كلامك. بكرة لما بتزحفي على ركبك قدامي رح يبقى ذكرك. حفيدي كان بأمانتك، شو اللي عملته لك؟ سامحني يا أغا. سمحت له يلعب مع ابن أخوها لزينو، وابن هديك المرة الإسطنبولية، وبنفس الفريق، وفوق هيك سويت حكم. ما فكرت يا أغا، سامحني. أنا هلأ رح أعلمك التفكير، رح أعلمك كيف تفكر. دخيلك يا أغا، زدتوا بالحفرة خلوه فيها ثلاث أيام. مو سيدك ورجلك، سامحني. شو القطن هيك؟ ليش هلقد وسخ؟ ها؟ احكي. ما فينا نطلع وانضف من هيك؟ شو القصة؟ السبب من عنا ولا الوسخ من المكانات؟ السبب مو من عنا يا رجاء آغا، عم يجمعوه بالحق الوسخ من الأصل، الحق على العمال. جدو منيح، برافو. شو هالطابة الحلوة؟ إذا بصير شيء اتصل. أمرك ماشي. أمرك أغا. كيف طلع على بالك نتدرج عليه وأنا عم بلعب؟ هيك إجا على بالي. بقولوا لعب الكر الصغير بدوخ الحمار العجوز. لا تقلي بدك تسألني شو معنات هالحكي. صحيح، شو معناته؟ لا تهتم، بس تكبر بتعرف. حبيبي يا جدو. حدا عم يلبطك ويرفسك وانت عم تلعب؟ شو عم يعني؟ رفس رفس، ما بتعرف الحيوان وقت بيرفس برجله؟ ها صار وتصير جدهم هاي لعبة. سمعتوا لك؟ سمعنا. من هون ورايح إذا حدا بيرفس حفيدي السلالة تبعكم بتنرفس عن وجه الأرض، فهمتوه؟ فهمنا. هاي طابة جديدة؟ ايه جديدة. هاد لشوفها حلوة كتير. هداك الولد اللي مع محمود ابن الاسطنبولية، ما هيك؟ هو يا أغا. لك والله فلجي، منين اشتريتها؟ جدو اشترى. جان. نعم جدو. تعال هون، تعال شوف.
امشي، رايحين على البيت. ليش ممكن تلعب مع رفقاتي؟ والله شو متعلم الاعتراض من ابوك؟ قلت لك امشي. حاضر جدا. شو صار هلا؟ فهمك بعدين، يلا نبلش. لا تقلب وشك، لا تقلبه، المزرعة مليانة أولاد. اعمل فريق والعاب قد ما بدك. شو في جان؟ ليش رجعتوا بهالسرعة؟ ما لعبت مع الأولاد؟ جنو ما غناني بسبب رفقاته. أنو رفقات هدول؟ جدو ومحمود. هلأ فهمت. معلش لا تزعل. شو رأيك نعمل شي شغلة؟ ايه منعمل، خلينا نروح لعند ماما. كان قصدي بشي مطرح قريب، مثلا من صيد سمك. الصيد حلو كتير ها؟ شي مرة صدت بالنهر؟ لا. لكن شو رأيك ناخد السنارة ونروح؟ اتمنى نروح. بناخد مجد كمان؟ ناخده بس أكيد أمه ما بتسمح له. خلينا نجرب، بركي سمحت له. ماشي بابا. خود عميرن، إذا طلع لك حدا تاني طلب مجد. ماشي. ألو؟ مرحبا مجد، أنا جان. شو صار يا؟ ليش تركت الملعب؟ مو مهم هلا، أنا وبابا رايحين نصيد سمك. جيجي عطي التليفون لأمك، بابا بده يحكي معه وياخذ لك إذن منها. أمي؟ أبو لجان بده ياني؟ ألو. نعم. مرحبا، كيفك؟ منيحة، أحسن. بدنا نصيد سمك بالنهر مع الأولاد، ممكن ناخذ مجد؟ ما بعرف يعني، بتمنى خليه يروح بس. خليه يجي، وإذا بدك أنت كمان تعالي. وأنا كمان؟ إيه أكيد، اليوم يلي بيبدأ سيء ما شرط يخلص سيء. ما بعرف. يلا ماما. الفحص منيح، الأسئلة كتير سهلة. أخيرا خلصت. مثل ما بتعرفي كلية خلصت. رح تروحي؟ رح ترجعي يا إزمير؟ في عندي عائلتي يا جمال. وأنا كمان إيبك. بعرف. طيب وشو مشاننا؟ رح أحكي مع أهلي. وإذا قالوا لا؟ ما بيقولوا، يعني ما في سبب يخليهم يرفضوا. رح أعمل كل جهدي مشان أرجع لك جمال. إزمير بعيد كتير، وأرفع بعيدة كمان. لما بيتحول القطن لخيوط المحلي بيخسر 6% والمستورد 7. سيد جمال عم يتفقد المصنع مع مجلس الإدارة. تفضلي انتظري بغرفته. لازم تثبت الطعم منيح بالسنارة، اوعك يكون على طرفها وإلا بتاخدوا السمكة وبتهرب. وبعدين بتلوح بالسنارة هيك، وبحركة واحدة بتزتها لبعيد هيك. وبعدين بعدين بتقعد وبتصبر، بتصبر لبين ما تجي السمكة.
وإذا ما أجيت؟ إذا عندك إرادة كافية، إرادة كبيرة وبدك إياها من كل قلبك بتجي. وبلكي ما أجيت؟ ما عاد فيك تعمل شي، بس على القليلة بتكون عملت اللي بيطلع بإيدك. الله. برجيني، برافو عليك يا بطل، شو حلوة. شوف شوف ماجد. تقارير مبارح بعتهم لرئاسة غرفة الزراعة. قالوا شيء؟ لا أبداً. في عندك ضيفة فوق عم تنتظر بغرفتك. ماشي. موضوع فرق الإنتاج بين المحلي والمستورد منحله بكرة. ماشي ماشي ماشي, 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 ماشي. شو ما انبسطت بشوفتي؟ إذا بدك يعني روح بروح. طيب عزفك حلو، وين تعلمت؟ بإنجلترا. لما كنت طالب كان عنا فرقة هواة، كنا نعمل حفلات بالجناين. وأمه لجان؟ انفصلنا، ضلت بلندن. ندمان شي؟ أنا آسفة، فوراً بلشت أتدخل بخصوصياتك. لا مو مشكلة، أنا بالأول أول ما أجيت لهون من لندن، مع أنه ما صار لي زمان، الصراحة أنه حسيت بندم كبير. بس هلأ عم يقل ندمي يا أليف، كل يوم عم يقل شوي. يا تغني حلّا بتزحلق، حلّا الأرض بتغمق فجأة، بينة مغمئة، يا تنهج بمنظرها. أوه ماجد. في تيار قوي. تمدد شوي تحت الشمس، تمدد بالشمس ماجد. جامعتنا فتحت ملاك للمعيدين، حكيت مع أساتذتي قالوا لي تعي، جيت عملت فحص ونجحت، بكرة بيبلش دوامي. من إمتى أنت هون؟ من 10 أيام. طولتي لي جيتي. لو بإيدي ما بجي أبداً جيم، بس ما قدرت، ما قدرت ما أجي شوفها. قلتيلي انخطبتي. كنا. فصلتي عنه؟ تقريبا. كيف يعني؟ يعني مثل المنفصلين. يعني انت ناهي القصة من عندك بس هو ما بيعرف. ما فيكو ما تصعبها جيمو؟ مو انا اللي صعبتها بالاول، انت اللي بلشتي. ايبك ليش رحتي؟ كل هالقد كان سهل تتخلي عني. شو بدي اقول لك جيمو، مو هم في عادات معينة ومتأيدين فيها؟
وبصير الزواج على أساسها، وعنا هونيك نفس الشي، شي بيقرف. تقاليد نفسها هون وهناك، تعرف شو بيسموه؟ زواج منطقي. هيك صار معك؟ كان لازم شركتين يتحدوا واختاروا ضحيتين، وحدة أنا وخطيبك. بس هو ما بيعرف إنه ضحية، مفكر حاله بيحبني، وهذه اللي بداية. دفي ايديك شوي على المنقل. شوف شو جبت. برافو، خذ هاي. قلت لك يا خمي. بدك مساعدي؟ لا خلصت. بيبين راكد، بس قلت لي في تيار بالعمق. هذا الفرات بياخد يلي بيحبه، اخذ محبين كتير، ولهيك انكتبت اغاني كتير للفرات. شكلي كتير محظوظة، خطفت وانقذت، طلعت سيران، وابني عشوي كان رح يغرق. أنا بهاليوم حبيت. وعروسة أه يا عروسة، عروسة أه يا عروسة، حنوا لإيدا للعروس. صوت ليلى حلو كتير. فلت لسانة. هلا انتي ما بتعرفي غير غنية العروس؟ معقول هالحكي؟ اسمعي هاي. عروستنا الشقرة أمان، عروستنا الشقرة أمان، ايه عروستنا الشقرة أمان. ليلى غيري. الحمي لتزوجوها لجبال العالي. هلا انتو عم تتسلوا فيني شي؟ بكرة عنا شغل الدنيا، وهلا انا هون طلعت روحي وانتو عم تنغموا. اي دخيلك، ليش حتى ما نغني ومنلحق نساوي كل شي؟ إذا ماما زينو بتشوفكم بهالحالة. شوفي حالتك أنت بالأول. مانك خايفة من بكرة إيدال؟ عم تسأليني مروة؟ رجلي عم يقصفوا. ليكي ليلى، خلصت كتابة الجاتو، طلعي إذا حلوة. كتير حلو، كتير. كتابة؟ كتابة شو؟ انتو جنيتو؟ جاتو عيد ميلادي هو؟ شو بتفرق؟ ورجيني. هلا بتشوفوا. تعوا لهون، تعوا لهون، انا بورجيكم. تعوا لهون، تعوا، تعوا لشوف. يلا تعي انتي وياها، تعوا لهون. والله اذا لقطكم لكسركم. شو صاير يا اولاد؟ قربتي